إلى سياق النشرة مرة أخرى وفي الأخبار المحلية مرة ثانية، نقل وزير خارجية سامح شكري رسالة شفهية من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس بوروندي خلال زيارته إلى العاصمة بجمبورا. وخلال لقائه رئيس بوروندي جدد شكري عزم مصر تقديم الدعم اللازم لبوروندي في كافة المجالات التنموية، وذلك من خلال الوكالات المصرية للشراكة من أجل التنمية، لا سيما في مجال دعم القدرات والمنح والدورات التدريبية. كما تطرقت المباحثات إلى ملف مياه النيل، وفي هذا الصدد أكد رئيس بوروندي على أن نهر النيل يجمع شعوب وحكومات دول الحوض، وأن بوروندي دائما تأخذ مواقف داعمة للتوافق بين دول حوض النيل.